مساء الفل يا أصدقائي الأعزاء، ومساء الفل أو صباح الفل على أي حد هيتفرج علينا. والمرة دي الآية، إحنا بعدنا عن يسوع النهاردة بس وهناخد بولس. والآية بتاعت الآية في إصحاح تيموساوس، في سفر تيموساوس، بيتكلم عن المرأة. وانا اعتقد ان احنا كلنا عارفين رأي بولس في المرأة، بس تعالى ناخد الآية ونحللها مع بعض ونشوف هنوصل ليه. الآية اللي احنا اخترناها النهاردة بتقول: ولكن لست آذن للمرأة ان تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت. دي الآية اللي احنا عايزين نتكلم عليها، وهدي الكلمة لباسم يتكلم. اتفضل يا باسم. طيب، مساء الفل على كل اللي بيتابعونا. مساء الفل على فادي وسامح. آية النهاردة بلا جدال هي من أسوأ الآيات اللي في الكتاب، عهد جديد وقديم. وفي تقييم واحد زي بارت إيرمان، دي تعتبر تاني أسوأ آية بعد آية لا تدع ساحرة تعيش. دي اللي بعديها على طول، يعني السكند كانت على طول في أسوأ آية. وعلى مدار التاريخ في يعني سيدات كتير دفعوا الثمن الآية دي، أشهرهم طبعا هباتة اللي اتقتلت بسبب تنظير جاي من العقلية دي أو الآية دي. لو ينفع تقول لنا الظروف اللي ادت لقتل هيباتي، يعني انا هقول اللي عارفه وصلح لي لو انا غلطان. اللي حصل ان البابا كرولوس الاول، اللي هو المفروض ان لقبه عمود الدين في الكنيسه القبطيه، كان متغاظ من هيباتيا لان كان في ناس كتيره بيتعلموا على ايديها، انكلودنج الوالي الروماني اللي كان موجود في مصر. في اجتماع من الاجتماع بتاع الكنيسة أخذ الآيات دي وشحن الناس ضدها، لأن هو شايف إن هي المفروض ما تعلم، يعني هو مش جايب من عنده، هو شايف إن الست المفروض ما تعلمش وتسكت. ولكن هيباتيا كانت بتبوظ الموديل ده، لأن هي كانت بمقاييس عصرها هي عالمة بدون شك يعني، فكان الناس بيروحوا يتعلموا عندها. فطبعا ده كان بيخليه متغاظ وقال الكلمتين دول. فاللي حصل ان الغوغاء او عامة الاقباط اللي سمعوا الكلام ده، الدم غلي في عروقهم، شافوها ماشية في الشارع سحلوها وقتلوها. ده اللي انا اعرفه، لو انت عندك مظبوط معلومة غير كده قول لي. مظبوط. هو طبعا اصلا الخلاف كان اساسا بدايته سياسيه، يعني هو في كان خلاف بين الوالي، والي اسكندريه الروماني، وما بين كرولوس عمود الدين، عشان المشاكل لما كرولوس عمود الدين هجر اليهود. فطبعا الوالي ما عجبوش انه يعمل كده لانه تصرف لوحده كرولوس عمود الدين. فكان كرولوس عمود الدين متصور انه هيباتيا دي بتقوم الوالي ده عليه، هو بتسخن الوالي عليه هو. فهو اصلا كان في خلاف سياسي وكارهها يعني، فاستخدم الايه دي عشان يشحن ضدها. وده بس عشان المؤمنين الكيوت، اولاد رب الكيوت، اللي يقول لك اصل الايه انتوا بتفهموها غلط، مش عارف كرولوس عمود الدين كمان عمود الدين فهمها غلط. فيعني لكن كتير هيرد يقول لك ما هو عمود الدين ما قالوش دعوة، هو كرولوس ملوش دعوة، هو ما قالش للناس يقتلوها يعني. طب هو اللي راحوا قتلوها المسيحيين دول، اللي منهم كان واحد قارئ في الإنجيل بطرس ده اللي قتلها، اللي كان متراس الغوغاء اللي قتلوها، ليه اختار هيباتيا؟ يعني اشمعنى اختار هيباتيا يقتلها؟ لأنه في شحن جاي من الباب. المهم، فنرجع تاني لموضوعنا عشان ما نبعدش. لو تجيب لنا يا فادي كرونسوس، في نفس المعنى في كرونسوس، والمؤمنين بيهربوا منه بس مش هيقدروا يهربوا منه في الآية بتاعت النهاردة. ففي كرونسوس بيقول: لتصمت نساءكم في الكنائس، لأنه ليس مأذون لأنه مأذونا لهن أن يتكلمن، بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا. لو ننزل الآية اللي بعديها يا فادي، تمام. ولكن إن كان يريدن أن يتعلمن شيئا فليسألن رجالهن في البيت، لأنه قبيح بالنساء أن تتكلم في كنيسة.
فطبعا رد المؤمن الكيوت اللذيذ اللي هو بس عايز يقول، هو بس عايز يبرر، هو مش عايز يقول انه الكلام ده زفت وقطران، لا هو عايز يبرر وخلاص. فيقول لك ايه، لا اصل هم هنا يعني بولس بيكلم بس نساء كرونسوس، لان نساء كرونسوس كان مشهور في كرونسوس انه في وثنيين وكانت سيدات بترقص معابد وثنيه للدعاره، فكان لو يجي واحد يجي من بره يخش الكنيسه يشوف الستات بيتكلم يفتكروا، يفتكر ان ده من زي معابد الوثنيين اللي فيها الستات بتدعو للدعاره. طبعا اي رد، اي كلام، اي كلام. لكن المشكله بقى انه مش هيقدر يعمل كده في تيمساوس. لو نجيب تيمساوس تاني هتلاقي انه بولس، لو جيبها فادي تاني، بولس بيأصل ليه الستات تسكت وما تعلمش؟ ليه المرأة لا تتسلط على الرجل وتكون في سكوت؟ وليه المرأة ما تعلمش؟ ليه؟ هو بيقول لك ليه؟ هنلاقي انه السبب مش عشان اصل انا بكلم هنا سيدات كرونسوس اللي مش عارف مالهم، لا 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 لا، هو يقول لك السبب. لأن آدم جبل أولاً ثم حواء، هو شايف بيقول لك لأن آدم جبل أولاً ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. طيب يعني السبب ايه يا جماعه؟ انه ادم جه الاول، فادم متقدم على حواء، ده اول سبب. تاني سبب انه حواء هي اللي اغويت مش ادم، فبالتالي يعني تتنيل على عينها وتسكت، لا مسموح لها تعلم ولا تتسلط، وتبقى قاعده في كده زي الجزمه في الكنيسه وما تتكلمش. فهو بيأصلها لك تأصيل لاهوتي، يعني هنا انت ما فيش لا مفر، لانه هو بيديك اسباب لاهوتيه قصه السقوط الاولاني. يعني ده غير انه رساله تيمساوس دي من الرسائل اللي بنسميها الرعويه، يعني رسائل تعليم عام، يعني تسري على اي كنيسه، مش موجهه لكنيسه واحده، دي موجهه لواحد من تلاميذ بولس، ففيها تعليم عام. الاعجب بقى يا صديقي، ودي هختم بيها عشان ما اطولش اكتر من كده، انه اكتر المدافعات عن الايمان واكتر مدافعات عن المسيحيه هم مؤمنات فاضلات سيدات. والحقيقه للاسف يعني انا مش عارف هم بيتعاموا عن هذه الايه ولا ايه بالظبط، لكن يعني حاجه بتبقى غريبه وانا ببقى مستغرب لها، انه انتوا يعني السيدات هي اللي بتدافع عن الايمان اللي بيقول عليهم كده. شكرا، اتفضل يا سامح. ميرسي يا باسم، اتفضل يا سامح. انا بس يمكن عايز اقول حاجه بمناسبه السبب الغبي اللي هو بولس قاله، ان ادم جبل اولا وان حواء هي اللي اغويت مش ادم. مبدئيا كده علميا الاناث هم الاناث بتوع البشر، علميا هم اللي كانوا موجودين قبل الذكور، وده ليها عمليه حسابيه وناس متخصصين هم اللي بيقولوا الكلام ده. فمبدئيا الفكره دي علميا غلط، وطبعا احنا عارفين ان قصه الخلق اللي هي مكتوبه في التوراه دي قصه اسطوريه ملهاش اي علاقه بالواقع وبالعلم، الكلام العلمي اللي احنا كلنا عارفينه وعليه اثباتات وادله قدام طبعا القصه الخرافيه اللي ملهاش اي اللي هي ملهاش اي معنى، ولدرجه ان الكنيسه الكاثوليكيه اعتبرتها كنيسه قصه رمزيه، مع اني شخصيا شايف انها ما فيهاش اي رموز حلوه يعني، او حتى ما فيهاش اي رموز نتعلم منها اي حاجه، لانها بتنافي الواقع واللي حصل. انا هسيب سامح يقول رايه، وانا برضو عايز اعلق تعليق صغير في الاخر. اتفضل يا سامح. طيب، هو مبدئيا كده يعني أنا عندي مشكلة الحلقة دي، يعني مشكلة حقيقية. وطبعا الناس يعني أنتوا تشكروا يعني مستضيفيني معاكم، والقناة بتاعتك والأودينس بتاعكم ناس لطاف زيكم ومهذبين وكده، وأنا مقدر ذلك جدا. هو مشكلتي في إيه بقى؟ إن أنا راجل متعود على سقف معين في حرية الرأي والتعبير، وبحب أسمي الأشياء بمسمياتها، تمام؟ فمش بعرف الون الكلام او ازوق الكلام، ولكن صدقوني يعني لو حصل مني اي تجاوز لفظي انا بعتذر عنه مقدما اهو بجد، يعني بعتذر لكم انتوا الاثنين، مش للي مشاعره تتخدش، اللي مشاعره تتخدش ده انا هخدشها له قاصد. وبحاول بجد بقدر المستطاع اكون مهذب لطيف كيوت رقيق في الفاظي على قد ما اقدر، لانه بجد يعني انا حاسس ان انا نازل مستنقع بكابورت طرنش مجاري، ما انا لازم اوصل الاحساس اللي انا حاسه قبل ما اتكلم،
ترانش مجاري في الموضوع كله، اللي هو ايه؟ نظرة المرأة ووضع المرأة في تعاليم بولس رسول المسيحية الأول والأعظم وفيلسوفها الأعلى على الإطلاق، اللي هو كاتب تلتين العهد الجديد. ومشكلتي أنا الشخصية إيه بقى يعني؟ ما أعرفش يعني، أنا حسن حظي محظوظ، ما أعرفش يعني. القصة إن أنا ما اتعاملتش غير مع ستات نظيفة بجد يعني، والله مش عشان مثلا هشكر فمي واخواتي ومراتي، لا، ما هو زميلاتي ومديراتي وجاراتي بقى، كان عشت في كذا بلد، فمن حسن حظي ان انا اتعاملت مع ستات نظيفه ومحترمه كلها. فباخد الموضوع بشكل شخصي يعني، لما الاقي تعاليم وسخه بيقولها بولس الرسول عن المراه، ما هو انت كده بتتكلم على اهلي وناسي، امي واخواتي ومراتي، ما عنديش بنات ماشي، بس بنات عيلتي، بتتكلم على الستات اللي انا اعرفها دي كلها، واللي اتعاملت معاها من جنسيات مختلفه، من اعمار مختلفه، من اديان مختلفه. فباخد الكلام بشكل شخصي، والكلام بصراحه بيوجع اي حد محترم، سواء راجل او ست محترم، عنده احساس، عنده ذوق، عنده كياسه، لباقه، عنده عقل، عقل كمان يفكر بيه، يعني الموضوع مش احساسه بس. هيعرف، هيعرف من المستنقع القذر ده. وبعد كده انا يعني انا حابب الايه اللي ركز عليها باسم، اختيار هايل يا باسم بجد، بس ما اقدرش افصل الايه دي عن سياق الايات اللي قالها بولس الرسول عن المراه، سواء في الرساله دي او الرسائل المختلفه، فهحاول على قد ما اقدر ابقى مركز هنا. ولكن لما اجي ابتدي يعني، انا اساسا بولس الرسول بادي الاصحاح ده، بادي الاصحاح ده يا جماعه يعني، انا طب اقول ايه؟ طب ده انا دلوقتي يعني، هو اسميها ايه؟ يعني بيقول لك فاطلب اولا كل شيء تقام طلبات وصلوات وابتهالات وتشكرات لاجل جميع الناس، ماشي، نبتدي بمين؟ لاجل الملوك وجميع الذين هم في منصب، يعني هو معرس من اولها، يعني هو ابتداها برفع قرون من اولها، نبتدي بمين؟ بالرؤساء والملوك وجميع من هم في منصب، ده اسمه ايه؟ يعني لما انا ابتدي اصلي فلازم ابتدي اصلي الاول للكبار، يعني انا دلوقتي السيسي نفخ ام الشعب كله واخده على حجره، فانا لما اقف اصلي دلوقتي ابتدي ادعي للسيسي، ليه؟ لكي نقضي حياه مطمئنة هادئة في كل تقوى وقار. والنبي بجد يعني، بداية القصيدة كفر، بداية الإصحاح تعريص، أنا آسف يا جماعة، طب أنا هسمي ده إيه؟ بجد والله يعني، قبل الحلقة قلت لكم طب الحاجة دي أنا أقول عليها إيه؟ يعني إيه التسمية المناسبة؟ معلش يعني. فنوصل بقى لمين؟ لإصحاح القرف كله، بيبتدي من إصحاح بالنسبة لي يعني، هو طبعا كله قرف بس تركيز القرف يعني، يعني الكور بتاع الترانش من اول عدد 9، وكذلك ان النساء يزينن زوجاتهن بلباس الحشمه مع ورع وتعقل، لا بضفائر او ذهب او لآلئ او ملابس كثيره الثمن، انت عايز جرابيع، جرابيع، بل كما يليق بنساء متعاهدات بتقوى الله باعمال صالحه، لتتعلم المراه بسكوت في كل خضوع. ما دي مهمة، دي قبل الآية بتاعتنا رقم 11، دي لتتعلم المرأة بالسكوت في كل خضوع، وحط لي 400 ألف خط تحت الخضوع دي اللي كررها في كل تعاليم كتير دي، ولكن لست هذا للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل تكون في سكوت، سكوت يعني حط لي خضوع، سكوت. وندخل بقى في قصة آدم أولا، ولم يغه إلا شرحها بس، ماشي. طيب الكلام واضح، مفسر نفسه زبالة يعني، انا شايف قدامي هو ممكن يسمح في ناس تقول لك اصل هو ما اذن لهمش يعلموا في الكنيسة، بس ممكن يعلموا في المدرسة، في الجامعة، في اي حتة تانية. فرقت في ايه؟ يعني هو انت اتعلم رايك في ان دي المدرسه وما انت اتعلمش رايك ان ده في تبرير ايه بروحهم؟ مقبول؟ ما شايف انا ان ده مش تبرير فاهم، مقبول؟ ما هو اقول لك هل انا هو قال بشوف، كده اصلا وما قالش كده؟ لا ما قالش كده، بس نشوف ما هو مين اللي بيقول مقبول ومش مقبول، ومين اللي بيقول قال ايه وما قالش ايه؟ الاباء، الاباء، وهي باينه من اسمها، الاباء مش الامهات، ما فيش امهات، احنا ما عندناش امهات يا جماعه، الامهات دي لتربيه العيال، لغسيل المواعين كده، اخرها المطبخ، تلف وتدور تتحنجل في المطبخ وتيجي اخر اليوم على السرير، هو ده اخرها المراه، ده تعليم بولس، ما هو قال لك التزاوج خير من التحرك، يعني الموضوع كله بالنسبه له جنس وتربيه العيال، هنشوف هنا. فنرجع للاباء، طب انا عايز اروح للاباء، اروح لمثلا اشوف تفسير، تفاسير الناس المحترمه بقى المعتبره، اباء الكنيسه، ابونا تدرس يعقوب ملطي، ما حدش بيعترض عليه، الراجل اسكندراني من عندكم، وراجل شايب وكبير وقور وحكيم وشيخ الاسر. ابونا تدرس الراجل انا حاسه يعني انا مكسوف له يعني، هو مش عارف هو عايز يقول ايه.
فما مرضيش يقول حاجه. هو رجع استشهد باقوال الاباء بتوع الكبار بقى، علامات الكنيسه، يوحنا ذهبي الفم. يجي يقول لنا ايه يا عم يوحنا ذهبي الفم؟ شوف بقى فم الذهب حين يتحدث، لما سموه ذهبي الفم ليه؟ يقول لك ايه بقى على موضوع النساء يتزينن ذواتهن بلباس الحشمه وعاره وتعقل الضوافر والضفائر والذهب والليالي والكلام ده. يعلق القديس يوحنا ذهبي الفم، ده ابونا، ابونا بتدرس يعقوب ملطي، بيقول اللي قاله يوحنا ذهبي الفم على هذا القول الرسولي. يعني ذهبي الفم بيعلق على كلام بولس الرسولي. ماذا؟ هل هو تقتربين لله للصلاه بضفائر وحلي ذهبيه؟ لعلك تاتين الى مرقص او حفلات خليعه، فان الضفائر والثياب الثمينه تليق بهذه الاماكن. اما هنا فالكنيسه بقى، اما هنا فلا حاجه الى مثل هذه الامور. انك تاتين الى الصلاه لتطلبين المغفره عن خطاياك، وتتوسلين الى الرب، وتترجين فيه ان يجيب عليك بسماحه. لماذا تتزينين؟ انها ليست ملابس تليق بمن يتوسل. كيف تتنهدين؟ كيف تبكين؟ كيف تصلين بحرارة وأنت مزينة هكذا؟ كما يقول المسيح هو عريسك يا أيها البتول، فلماذا تكتذبين الأحباء البشريين؟ الزينة التي ترضي الله هي الوداعة والعفة والالتزام بالترتيب واحتشام الملبس. كفى غباء أيتها السيدة، ده يوحنا ذهبي الفم، كفى غباء أيتها السيدة، حولي اهتمامك إلى نفسك وإلى زينتك الداخلية. يجي بقى العلامة ترتليان، اسمه العلامة ترتليان، علامة. بص حط بقى ألقاب زي ما أنت، القديس العلامة كده بقى، معروف العلامة ترتليان في الكنائس الشرقية والغربية، ده علامة بقى. يقول إيه بقى؟ مهاجما الهراطقة، يعني ترتليان بيرد على الهراطقة. قبل يعني بيقول إيه؟ يا لنساء هؤلاء الهراطقة، إنهن خليعات، إنهن جسورات، حتى إنهن يعلمن ويناقشن ويخرجن شياطين ويقمن بأشفية، ألعلهن أيضا يعمدن. تمام؟ يعني أدي يا جماعة، أدي الآباء، وأدي أبونا تدرس يعقوب ملطي من الآباء الحاليين بيستشهد بآبائه القدامى. ندخل على مين؟ على البرنس الكبير اللي أنا بحبه، كلنا بنحبه. مين؟ والله عرفته من غير ما أقول. مين؟ لا أقول. أبونا داود لا الله يفتح عليك. يقول لك ايه بقى البرنس ده؟ طبعا طبعا انا عشت في مصر الجديده، لان انا اول ما اتجوزت ومراتي مصر الجديده فكنت عايش هناك فتره، فكنت بروح بس عمري ما حضرت له وعظه. كنت بروح ماري مورس كليوباترا. فلم من نسوان مصر الجديده اللي بيروحوا دول وحطيتهم قدامه، بحيث انت قطعان من الماعز والاغنام اللي بيروحوا وبيعجبهم الكلام ده. انا لا احترمهم، انا لا استطيع ان احترم امراه او رجل يقول لك ده كلام ربنا، او ده كلام منطقي حتى، او ده كلام محترم. يقول لك ايه داود لمعي بالحرف، بالحرف بيتكلم على الحته بتاعت الايه بتاعت الحلقه بتاعت التعليم دي. فبيقول الست تتعلم في خضوع، ان هو بيقول لك هنا اهو ايه، ولست لكن لتتعلم المراه بسكوت في كل خضوع. ومكمل بقى فبيقول ايه على التعليق على الكلام ده، تتعلم زي حضراتكم كده بسكوت، ما بيتكلم معيز، بسكوت، تبقى مصغيه ومستعده تتعلم وتخضع وتقول حاضر. من أجمل صفات المرأة الخضوع. زينة المرأة إنها تكون خاضعة. الجيل ده في بنات ما تعرفش تقول حاضر أبدا، لا لأبوها ولا لأمها وطبعا لا لجوزها بعد كده. تحسه عيب إن نتجوز بقر، أجيب واحدة من الزريبة أنا أتجوزها. يقول السكوت فضيلة، بيكلم المرأة، بيكلم الستات، السكوت فضيلة والخضوع فضيلة. كتير من الستات بينسوا نفسهم في الكلام، طب ليه؟ المرأة اللي تعرف تقول حاضر لجوزها بتحمي بيتها من الشيطان. يا سلام، حيلة مشهورة جدا إن الشيطان يجي يوسوس في دماغ كل ست، يقول لها أنت بتفهمي أكتر من جوزك وتقولي له حاضر ليه؟ ليه تمشي وراه؟ ما تقول، أبونا بقى بيقول لهم كلهم بقى، بيقول الست بقى ما تقولي حاضر، خلي البيت يمشي. وهكذا. أدي الآباء يا جماعة، أنا استعرضت بس عشان الوقت لا يسمح، وقتنا ضيق وعايزين نقصر، فانتم محددينني بوقت ومحددينني بالفاظ وحاطين لي قيود للصبح، ماشي. فانا جبت اتنين من القدام واتنين من الجداد، ادي اربعه من الاباء هم اللي بيعلموا الشعب ويشكلوا وعيه. الايات واضحه، بولس الرسول واضح، تعليم الاباء واضح. انا شخصيا بوضوح كده، انا لا اقدر احترم اي دين
ولا أي إله ولا أي رسول ولا أي رجل أو امرأة مهما على شأنه أو صغر شأنه بيقبل تعاليم وسخة على المرأة. والله يا جماعة لو التعاليم دي زي ما بتدعوا كذبا وزورا وبهتانا إنها كانت مناسبة لوقتها وإنها تعليم لوقتها، أولا لو التعليم دي لوقتها فإذا كلام ربنا غير صالح لكل زمان ومكان. وبعد كده أنا بعمل إيه بيه دلوقتي في الألفية الثالثة؟ ما تشيلوه لنا، ما ترموه في الزبالة، ما تعتبروه له كأنه لم يكن، ليه سايبينه في الكتاب وتعلموا الناس دي في الكنائس دلوقتي طالما هو مش بتاع وقته؟ نيجي بقى للكذبة الثانية اللي هو بتاعت زي ما قال باسم، ده مبعوث لمكان معين أو لناس معينين. والله تاريخيا انتم مدلسين وكذابين، واي بني ادم يصدقكم يبقى حمار بودان كبيره وهو مسؤول عن حمران، واللي مش مصدق يروح يدور. ثالث حاجه يقول لك اصلي زمانهم كان كده، فزمان طب لما اولا دي كذبه، لان لما نرجع لان انا راجل مصري في جيناتي الثقافيه 7000 سنه، فعارف مثلا على سبيل المثال في الحضارات القديمه الحضاره المصريه القديمه كانت بتتعامل مع المراه ازاي، فممكن اقول لك كلمه قبيحه قوي أو يا بولس الرسول انت وكل اللي فسره عنك وكل اللي مسجدك، كلمه في منتهى القباحه ممكن اقولها عشان ده كذب وتدليس علمي وتاريخي، لان في حضارات قديمه ارقى وانضف مليون مره من الزباله والقذاره والوساخه في تعليم بولس الرسول عن المرأة، فما يكذبوش علينا. انا بس عايز اقول حاجه بمناسبه الكلام ده سامح، ان الكنيسه شخصيا لغايه النهارده في سنه 2023 لما بتجوز اتنين بتقول للست تعمل كده بالظبط. يعني انا بس عايز اشير الوصيه اللي بتتقال للزوجه، وانا كنت زمان فاكرها وصيه حلوه وكنت بحاول اقنع بيها مراتي، وكان بسبب ان انا مقتنع بالكلام ده كنت فعلا بتعامل وحش في البيت. فبيقول فالكنيسه بقى بتقول للزوجه ايه؟ وانت ايتها الابنه المباركه العروس قد سمعت ما اوصى به زوجك، فيجب عليك ان تكرميه وتهابيه ولا تخالفي رايه. نفس الكلام، لا تخالفي رايه وتهابيه، ما اعرفش ليه تخاف منه، بل زيدي في طاعته على ما اوصى به اضعافا، فقد صرت اليوم منفرده معه وهو المسؤول عنك بعد والديك. ودي مشكله كبيره، ان احنا برضو مصممين لغايه الزمن بتاعنا ده ان الست اللي متعلمه وبتشتغل وتقدر تصرف على نفسها هي ستيل مسؤوله من الراجل، سواء بقى الراجل ده جوزها او والدها قبل الجواز، مع ان ممكن تبقى الست هي اللي بتصرف على البيت وهي اللي ممكن بتبقى بتراعي ابوها وامها وهي اللي بتعمل كل حاجه في البيت، بس ستيل الكنيسه لسه عايشه في العصر الحجري. يا ريت العصر الحجري، العصر الحجري ما كانش كده، العصر الحجري كان احسن من كده. العصر الذكوري بتاع الأديان البدوية، ما هو اليهودية دي بدوية والإسلام بدوي والمسيحية واخدة من اليهودية، فهم كلهم بدويين، هي دي ثقافة بدوية إن الراجل مسؤول عن الست، فالكنيسة بتقول لها وهو المسؤول عنك بعد والديك. أنا ما أعرفش لغاية إمتى الناس دي مصممة تقول الكلام ده وقت ما الاتنين بيتجوزوا. يعني الكنيسة الغربية ما بتقولش الكلام ده، بتقول الاثنين بيتشاركوا والاثنين في السراء والضراء، والكلام عام للاثنين، ما بتوجهش كلامه للزوج ولا الزوجة، بتقول الاثنين نفس المسج، لأن الاثنين مسؤولين زي بعض في أي بلد طبيعية في أي مجتمع طبيعي. ولا تتجري في وجهه ولا تضعي شيئا من حقوقه عليك. حقوقه عليك دي يعني معناها لو هو عايز ينام معاكي غصبا عنك ما ينفعش تقولي له لا، هي دي معنى الكلمة يعني. وتتقي الله في سائر أمور معه، لأن الله تعالى أوصاك بالخضوع له وأمرت بطاعته بعد والديك. دي مشكلة كبيرة، لأن الكنيسة لغاية دلوقتي والدليل هو الوصية دي ما بتشوفش إن الاثنين متساويين، ما بتشوفش إن الرجل والمرأة متساويين. أنا للأسف فضلت متخيل إن الكلام ده حقيقي، وكان مساعدني على الكلام ده هو ان المجتمعات المنغلقه بتربي البنات بطريقه فعلا تحسسهم كده، ان البنات ما لهمش غير بيت جوزها وهي لازم نحافظ عليها وما اعرفش ايه. فكنت في المجتمع المنغلق اللي انا كنت اتربيت فيه في الاول كان كده، فكنت مصدق الكلام ده. انما الحقيقه لما اشتغلت في شركه محترمه وشفت زميلات ومديرات اعظم مني وزي او احسن مني في الكفاءه، ابتديت اقتنع ان الكلام ده غلط. انت على حسب ما بتربي البنت، حسب ما البنت هتكبر وتبقى شكلها ايه، فانت لو بتربيها على انها نخه ونخاف عليها
ونحبسها في البيت علشان ما حدش يعمل لها حاجة، انت فعلا بتطلعها واحدة مش قادرة تاخد قرارات صح، معتمدة على الرجل، كل الكلام اللي بولس بيقوله ده. بس الحقيقة لو انت ربيت البنت بطريقة مختلفة هتلاقيها بنت جدعة وبنت بتعرف تعيش كويس لوحدها ومش محتاجة حد يصرف عليها، وفي أحيان كتير هي اللي بتبقى بتصرف على البيت وهي اللي بتاخد بالها من البيت. فأنا شخصيا بس عايز برضو أجيب مثال لحاجة ناس كتيرة ما تعرفهاش، مثلا إن الهبوط على القمر اللي حصل سنة 69 اللي هو 69 ما كانش هيحصل لولا ساينتست واحدة ست هي اللي كانت عاملة الكالكوليشنز بتاعت الهبوط على سطح القمر، ونيل أرمسترونج ما كانش هيبقى معروف ولا كنا هنسمع عنه من غير الست دي. والأمثلة كتير طبعا، يعني في ستات بقى كتيرة، ويعني ممكن نجيب أمثلة كتيرة لستات دماغها توزن بلد زي ما بيقولوا. ففكرة إن الستات تقعد وتخضع للرجل والكلام القديم ده، المفروض لو احنا عايشين، لو الكنيسة دي كنيسة عصرية بتحاول تواكب العصر، المفروض تغير على الأقل الوصية اللي بتتقال في سر الزيجة، اللي هي في الآخر وصية مدمرة جدا، لأن أنت بتدي الراجل كارت بلانش كده، بتقول له أنت اللي تقوله وهو لازم يحصل، ولو مراتك عارضتك يبقى أنت من حقك تمشي كلامك عليه. وده بالنسبة لأي مجتمع طبيعي. أنا عايش في كندا وكان في ناس كنديين حاضرين قدام فرح في كنيسة قبطية، لما سمعوا وصية الكنيسة للزوجة وسمعوا الشماس وهو بيقول لها ولك تخضعين بقى to whom you were submit، الناس لوحدهم كده قالوا الكلام ده ما ينفعش يا جماعة، يعني فعلا كانوا مستائين من الكلام اللي بيسمعوه. سوري للإطالة، بس أنا كنت عايز أقول الكلمتين دول. أنا الكلمتين دول فعلا إحنا محتاجين نفهمه، وأنا فعلا زي ما باسم قال أنا مش فاهم إزاي في ستات بيدافعوا عن بولس وبيدافعوا عن الآيات دي وبيحاولوا يلاقوا لها أي مخرج، لأن هي ملهاش أي مخرج الحقيقة. سوري لقطع كلامك يا باسم، يا سامح، معرفش مين يحب لا نختم خلاص، ما انا معاك. هختم بسرعه نختم عشان ما نطولش. بس زي ما انت قلت، شوف بقى يعني على موضوع الستات اللي بيدافعوا، اتفرج على الكومنتات وشوف الكومنتات هتيجي من رجاله ولا ستات. يعني اتفرج اللي هيدافع دلوقتي واللي هيطلع يعني يشتم في الحلقه ويعارض، عايزك بس يعني تبقى تبص شوف مين اللي بيرد، ستات ولا رجاله. هتلاقيهم معظمهم ستات اللي بيدافعوا عن الكلام ده. ويعني انا لما واحده بتيجي تقولي كده انا فعلا بقول لها طب انت ليه ما بتنفذيش الكلام ده، ما تروحي انت ليه في الكنيسه ما بتبقيش ساكته، يعني ليه ما بتبقيش قاعده في الكنيسه ساكته مش بتفتحي بقك، ليه ما بتعمليش كده؟ تمام لا لا، اكتفي انت بكده. ممكن تقول لها بقى سؤال يعني انت ابنك ترضي ان هو يقول لك الكلمتين دول، يعني انت لو بتقولي لابنك ما يعملش كذا او يعمل كذا، هل ابنك من حقه ان هو يقول لك انت ما تتكلميش انا بفهم احسن منك؟ ما هو الكلام كده، ما هو الرجل احسن من المرأة. وهو طبعا بولس يعني لقالها طريق، يعني ملهاش اي علاقه، مش معنى ان واحد اتولد قبل التاني او اتخلق قبل التاني يبقى احسن منه، ملهاش اي علاقه يعني. يعني ده اصلا هو مطلع ادم في القصه بتاعت الخلق دي، ادم ده عبيط ان واحده ست بتضحك عليه، يعني هو مين العبيط؟ ما هي حواء ضحكت على ادم اكوردنج للقصه اللي ما حصلتش، بس عشان نبقى واضحين يعني. اتفضل يا سامح. ليه تعليق صغير بس على اللي قاله باسم لما قال هتشوف الستات وهي الستات اللي هتدافع وهتهاجمنا والكلام ده. اوكي انا فاهم الريستريكشنز اللي انتوا حاطينها على حريه الراي والتعبير في الحلقه ماشي، بس في الكومنتات محدش هيحوشني ده اولا. مش بقول محدش يعلق من الستات، لا كل واحد ليه حريه الراي والتعبير في التعليق، واحنا لينا حريه التعليق برضو. فانا هرد وبقول ايه بس عشان ابقى واضح، المراه ليها كل الاحترام والانسان عموما، الانسان والمراه ليه كل الاحترام، بس انا بالنسبه لي انا دي رؤيتي انا الشخصيه وانا مسؤول عنها. اي انسان وبالذات لو كان امراه بيصدق في التعليم القذره المنحطه دي وبيدافع عنها انا مش بشوفه انسان ومش بشوف دي امراه. وطالما انتفت عنها صفه المراه انا بدوس فيها زي القطر لان بشوفها واحده شمال من الاخر. فاللي هتتجرأ وتدافع الكلام ده حقك ودافع عنه، بس شوفي الردود اللي هتجيلك مني. شكرا.
وانا اتوقع ان اغلب اللي بيتابعونا شبهنا يعني. ف اللي هيعترض انا ما يتهيأليش هيبقى على القناه هرد يعني. عليه، انا من حق لا ارد. لا، وانا ما يتهيأليش ان هيبقى لايب اعتراض، لان احنا ما بنقولش حق. احنا على فكره احنا رجاله وبنقول ان الستات زيهم زينا، فدي ما اعرفش ممكن تزعل اي يعني ست ازاي زيهم يعني. ما زينا. اعرفش. يعني انا بقول، انا بالنسبه لي انا مش شايف قوي ان هم زيهم زينا. ليه؟ لاني على مدار التاريخ في حقبه الزمنيه الكام الف سنه اللي فاتوا، الذكور والرجال هم اللي كان ليهم القياده، والستات خاضعه. مش قادر اقول ستات، النسوان، ما هو في الحاله دي النسوان الحريم، مش في حرام لك، خاضعين. فاحنا خدنا، احنا كرجاله خدنا البشريه لفين؟ يعني احنا عملنا ايه؟ عملنا كوارث وبلاوي سوداء. في رجال عظماء، في رجال عظماء، بس ارتكبنا كوارث. نيجي دلوقتي في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي، او حتى في الحقب التاريخيه القديمه، الفترات المضيئه القليله اللي كان فيه امراه مصدر قوه وحكم وفي منصب، زي ما بيقول عم بولس، ملكه، وزيره. وحاليا طبعا فنشوف المجتمعات اللي المراه فيها واخده حقوقها، المجتمعات المرأة فيها واخدة دور قيادي، المجتمعات دي ارتقت وتقدمت بشكل أسرع بكثير من بقية المجتمعات. فأنا شايف إن القيادة لما بتتسلمها المرأة بتعمل إنجازات أكبر بكثير من اللي إحنا عملناها. تبقى مجتمعات في المجمل العام فيها سلمية أكتر، فيها اهتمام بالعلم أكتر، بالتطوير، في شكل من أشكال الرقي أكثر وضوحا من المجتمعات اللي بتقودها رجاله. دي رؤيتي الشخصيه، جايز اصيب او اخطئ فيها، بس ده اللي انا شايفه. وعشان كده انا شايف ان الانحطاط الموجود في هذه التعليم، ما دي تعليم منحطه، بتعمل ايه؟ انت كده بتعطل لي المراه، بتعطلها تماما. فالمجتمع اللي انا جزء منه كراجل عمره ما هينضف. سوري، المجتمع عمره ما هينضف، ولا انا كراجل هرتقي الا اذا الست دي خدت وضعها السوي السليم الصحي. فاحنا عمرنا ما هننضف من المستنقعات الا اذا خلصنا من التعاليم الزبالة دي، من التعاليم الزبالة دي. أشكركم، وأتمنى إن إحنا الناس تفهم إن الست هي نص المجتمع، والمفروض يعني إن الست دي لو أنت ربيتها صح، أو البنت يعني ربيتها صح وربيتها إن هي مساوية لأخوها أو لأي راجل موجود في المجتمع، أنت بتقوي المجتمع مش بتضعفه. وهو ده اللي إحنا شايفينه في أي مجتمعات متقدمة، وشايفين عكسه في اي مجتمعات متخلفه. بس يعني ف انا عايز اقول ان بولس ولا هو فيلسوف ولا نيله، هو ابن زمنه وابن بيئته البدويه الذكوريه، وواضح ان هو كان عنده مشكله مع الستات، والموضوع ده انتقل للاجيال اللي بعدها، لدرجه ان احنا شفنا اباء لغايه الفتره اللي احنا عايشين فيها. البابا شنودة الثالث، اللي انا معرفش الناس بتحبه ليه قوي كده، بيقول الستات ما تعلمش، والستات اقل من الراجل، ولما واحده تقول له انا جوزي بياخدني مع الشغاله بيقول لها شوفي الشغاله بتعمل ايه واعملي زيها وتعلمي منها. فيعني قمه الاحتقار للمراه الحقيقه. وانا فعلا معرفش لغايه دلوقتي، انا نفسي اي ست بتحترم بولس او بتحترم البابا شنودة او بتحترم الكلام اللي موجود في الايات اللي احنا قلناها تشرح لنا هي ازاي موافقه على الكلام ده. انا نفسي حد من الستات اللي يعني، انا الرجاله هفهمهم، لان الرجاله من مصلحتهم ان الست تسمع كلامهم، ومن مش مصلحتهم مصلحتهم ان الست ما والله، تعارضهمش. مش من مصلحتهم. ما ياما رجاله هتيجي تاخد قرارات غلط، الست بتعقل لا لا وتهديه يعني، تاخد قرار. خلينا في الافريج بتاع الرجاله اللي هي دماغها على قدها، هيبقى مبسوط ان الست بتطوعه وما بتبقش فيه والكلام ده. بس انا عايز افهم اي ست متعلمه ازاي ممكن تلاقي ان الكلام ده ينفع نربطه باله. يعني انا مش عارف اله ايه ده يعني. واشكركم ونشوفكم على خير الأسبوع الجاي، وآية جديدة وتعليق جديد. يلا نشوفكم على خير.